يعطيكم العافية. هلا اليوم بدنا نشرح طريقة كيف بدك تحط مصاري بحسابك. أول شي بتحط البطاقة، تستنى هون، بنكبس عين سالونك بيفتح هون عندك، بتحط مثلا 10 يورو، ترجع بتكبس أبراوخ وبتستنى. هلا هون ناطرين، نعطي عين سالون بوخن، بيعطيك انه المبلغ هون، بيعطيك المبلغ انه خلص صار جوا. اهم شيء، اهم شيء تستنى، بتاخذ الكارت وبتستنى الوصل. الوصل اهم شيء تاخده وتخليه معك. هلا اهم شيء طلع معنا الوصل، تمام؟ هذا هو الوصل، تمام. وهلا هيك بنكون خلصنا طريقه انه شلون حطينا مصاري بالحساب تبعنا. الوصل بس مشان تتاكد انه دخل بحسابك وبس، فقط لا غير. وانطرونا فيديوهات جايه ان شاء الله عن تحويل الحساب مثلا من شبار كاسه لشبار كاسه وهالقصص. اخوكم محمود.